احكي لي احكي لي عن بلدي، احكي لي. مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقه جديده من حلقاتنا احكي لي عن بلدي. اليوم ضلينا في فلسطين الجميله الحبيبه. سنتكلم ليس عن منطقه او مدينه، لن نتكلم عن قريه او قصه شعب، سنتكلم عن فلكلور وثقافه. اليوم سنتكلم عن الاهازيج الفلسطينيه. لي عظيم الشرف اليوم أن تكون معي ضيفة من غزة الصمود، غزة هاشم، أن تكون معي الأخت سوار الزعانين. أهلا وسهلا فيك يا سوار. أهلا وسهلا فيكم وأهلا وسهلا في كل مستمعينا الكرام وكل الفلسطينيين وين ما بسمعونا وين ما كانوا، في الداخل، في غزة، في الضفة، في الشتات، في كل مكان، وأكيد بنوجه لهم تحية الصمود والتحدي. يعني احنا طبعا نشكرك لوجودك معنا على قناة كنار تي في. لنا عظيم الشرف ان تكوني معنا. انت اعلامية فلسطينية مرموقة ولك الكثير في التعريف بالتراث والثقافة الفلسطينية، وطبعا ترفع لك القبعة يا اخت سوار على ما تقوم به. وان شاء الله اليوم تعطي للجمهور لمحة بسيطة. انا عارف في جعبتك الكثير لكن الوقت قد يضايقنا، فإن شاء الله سنبدأ. أول شيء عرف الناس في من هي سوار. أنا سوار الزعانين، أنا طالبة كلية الإعلام الرقمي في جامعة القدس المفتوحة، تخرجت حديثا، وعندي حب دائما للتراث الفلسطيني، فوظفت يعني مهارتي اللي أنا بمتلكها في الإعلام في صناعة المحتوى اللي يعني بيركز بالدرجة الأولى على تراثنا الفلسطيني، على أهازيجنا الشعبية، على اللي إحنا يعني اندثرت مع الزمن وبطل في أي حدا بيعرف عنها أي شيء. وبحكم أنه أنا ساكنة في منطقة نائية نوعا ما، في منطقة يعني بعيدة، وتمتلك يعني نوع الهوية الخاصة فيها، فحبيت أنه أبلش من هون، من المكان اللي أنا انولدت فيه، المكان اللي أنا بعرفه. فقررت أنه أنا أروح أبحث عن الأغاني الشعبية اللي اندثرت من زمان، وبطل حدا حافظها إلا ذات كبار كانوا بيغنوها سابقاً. واكتشفت أنه إحنا نمتلك كنز، هذا الكنز صعب أنه يعني أو حيكون صعب علينا نفقده بكل بسهولة بهذا الشكل. عشان هيك يعني فكرت إنه كيف ممكن أنا أسجل مع هؤلاء السيدات وأحاول أبحث عن القصص اللي بترجعنا لأصل هاي الأغاني، وأعمل منها مواد صوتية وأقدر أنشرها يسمعها الناس ويستفيدوا منها أكثر. حلو حلو كتير. اليوم بدنا نحكي في موضوع مهم جدا اللي أنت بحثتي فيه، اللي هو موضوع الأهازيج الفلسطينية. نعم. احكي لي شوي، شو بتفرق الأهازيج الفلسطينية عن أي دولة تانية مثلا؟ يمكن لأنه إحنا على طول كان في عنا استعمار وبعدين احتلال، فكنا دائما يعني محاطين بالويلات، ودائما إحنا حاملين لقضية، فكل شيء إحنا بنحكيه أو نتداول دائما يرجع لحكاية، يرجع لقصة، قصة يعني قد تكون اجتماعية، قد تكون يعني مرتبطة بوجود استعمار أو احتلال. فالأغاني الفلسطينية بالتحديد دونا عن غيرها دائما تحمل رسالة، ودائما تحمل يعني قصة في مضمونها، وتعود أصل هذه القصة ليعني حدث يرتبط بالدرجة الأولى بكينونات المجتمع وما يحيط فيه. يمكن يميز الأهازيج الفلسطينية عن غيرها. حلو. طيب خلينا نحكي، هل في أقسام للأهازيج الفلسطينية ولا هي لحن واحد
أغنية واحدة وطريقة واحدة؟ أكيد أكيد طبعاً في أقسام، يعني الأغاني اللي تغنى بالأفراح مش نفسها الأغاني اللي تغنى بالأطراح أو بالحزن، حتى الأغاني اللي بتغنى بالأفراح مختلفة، يعني في أغاني بتغنيها السيدات فقط، في أغنوها الرجال، في أغاني للمولود للبيبي لما ينولد، في أغاني للعروس، في أغاني للزفة للعريس، ف تحت كل يعني نوع من أنواع مجموعة من الأنواع الأخرى اللي يعني بتخصص كل مناسبة شو بتغنى لها. كمان حتى في الأحزان في إشي اسمه يعني تهاليل، وهو إشي يعني بيعبر عن الحزن، هو أغلب الأغاني موجودة في التراث التهاليل، لأنه إحنا دائما بنعاني من ويلات يعني كثيرة، بالإضافة أنه في نوع يسمى تناويح. التناويح هي الأغاني التي تغنى للميت فقط، وهي تخص الميت فقط دون غيره. فحتى داخل الأهازيج والأغاني الشعبية في أقسام كثير وأنواع كثير، مش رتم واحد ومش لحن واحد. وهل تفرق بين الشمال والجنوب، بين مدينة ومدينة مثلاً؟ يعني هو في إجمالاً بلاد الشام كلها تشترك في مجموعة كبيرة من الأغاني والأهازيج، بس يمكن ارتباطاً بالأحداث اللي كانت بتمر فيها كل منطقة كان تتأثر بغناء معين أو بكلمات أغاني معينة. حتى ممكن أحياناً تكون نفس الأغنية ولكن تختلف بعض الكلمات من منطقة إلى أخرى باختلاف الأحداث اللي بتصير فيها. حلو حلو. طيب تعطينا شوية أمثلة على اللي حكيتي، يعني الناس بدها سمعت وعارفة بس بدها شوية أمثلة هيك، ولو كلمات أغاني مثلا بالأحزان أو بالأفراح، خلينا نعرف نفرق بين. تمام. أنا أثناء البحث في قصة جميلة جدا لازم الكل يعرفها، إنه لما كنا بنبحث عن أصناف أو أنواع الأغاني الفلسطينية الشعبية، في نوع تراويد. تراويد هي شفرة، هاي الشفرة هي شفرة النساء الفلسطينيات، لأنه كانوا بيحاولوا يوصلوا فيها رسالة لأزواجهم وأبنائهم الموجودين داخل السجن، إنه الفدائية جايين يحرروكم. فعشان الاستعمار ما يفهم اللغة يلي هن بتداولوها، فأخذوا شكلين. الشكل الأول هو أنهم يضيفوا حرف اللام للتمويه. الأغنية تاعت الفنانة الفلسطينية ريم بنا يا طالعين الجبل بتقول فيها يا طالع جبل، لا بتقول يا طالعين عين للجبل يا مول المقيدين النار، عشان تعمل تمويه في الكلمة بدون ما يفهم المستعمر أنه الفدائية جايين يحرروكم. والشكل الثاني، في كمان أغنية برضو لفرقة الفنون الشعبية اللي هي ترويدة شمالي، شمالي للرياح ويلي للديري، شمالي للرياح ويلي روح إلى المحبوب كلولو افتح، شمالي للرياح ويلي روح. هذا شكل. الشكل الثاني هو أنهم يضيفوا، أنهم يقلبوا الحروف والكلمات ويخلوا حرف من الكلمة سليم. يعني مثال أبو صالح ودي سلاح لقرية صفورية، بتصير بولا صيح دوي لساح لرقية رفوصية. فحتى هاي الشفرة هي عن إنه إحنا بنمسك كلمة بنقلب فيها الحروف وبنخلي آخر حرف من الكلمة سليم، بنخلي آخر حرف زي ما هو. فأهلنا سابقاً استخدموها شفرة إنهم يوصلوا الرسائل بينهم بين بعض، واستخدموها الفدائية بالتحديد إنهم ينفذوا عمليات بدون ما حدا يفهم هاي الشفرة شو القصد منها. وتناقلوها أجدادنا لما هاجروا في 48 إلى مخيمات الشتات، وأيضاً كانت لغة يعني تناقلوها فترة لا بها حتى اندثرت في الأيام الحالية. فهذا هذا مثال من بعض الأمثلة اللي اكتشفناها أثناء البحث. والله هذه
التغيير والشفرة هاي، يعني هي موضوع ذكاء، مش بس انه بتحط اغنية، هذا بالضبط. موضوع ليس بالسهل، يعني انك صحيح. حتى توصل كمان القصيدة او توصل المسج خلال قصيدة. فطبعا اهلنا في فلسطين يعني معروفين بطريقة تكيفهم لأي شيء، يعني أي شيء بتحطه أمامهم لا يجدوا عقبة ولكن يجدوا طريقة لحل هذه العقبة. فسبحان الله نعم. ربنا معطيهم هذه الملكة، فربنا يقويهم يا رب. وقصة يا طالعين الجبل يعني أنا أول مرة بسمعها صراحة، وأتوقع هي من الأغاني اللي انتشرت كتير من التراث. في قصص تانية ممكن نسمعها أيضا عن موضوع الشفرات غير هاي الأغاني؟ يعني هي الأغاني كانت تنبثق من أحداث اجتماعية أو أحداث بتصير عادة مع خصوصا الفلسطينية. ففي أغنية يا حلال يا مالي، هاي أغنية عريقة جدا وإحنا بالمناسبات كلها، وبعتقد إنه فيش واحد فلسطيني بيسمع يا حلال يا مالي ما بيحرك كتافه عليها. وهي كمان أغنية دائما مرتبطة برقصة السحجة، فمرتبطة في يعني في غناء وفي نفس الوقت بشكل من أشكال الفنون الشعبية اللي هو الرقص الشعبي. يا حلال يا مالي بتحكي قصة عن قرية كانت نائية وبعيدة، وهي القرية هي يعني كان أهلها فقراء جدا، وكان في القرية رجل غني جدا ويمتلك من المال والحاشية والأموال كثير. ففي يوم من الأيام جف الزرع ويبست الأرض، فقرر إنه القرية إنهم يتوجهوا لهذا الرجل ويعني يطلبوا المساعدة منه، فرفض. ففي يوم من الأيام وهو نازل يتفقد الحاشية ويتفقد المواشي تبعته والأملاك، فتربصوا له الشبان ومسكوه وربطوه في عين يعني قرب عين مياه في القرية وخلوه مرمي، وراحوا أخذوا كل الأملاك تبعته، كل الحلال تبعه وكل تبعه وكل يعني الأشياء الموجودة في القصر تبعه. وما اكتشفوا كانت في يعني مجموعة من الناس مارة من عند عين المية، وقرروا انهم يفرجل هذا. فهرع الراجل يعني انه بده يروح يشوف شو صار في ماله. فكانت الحاشية بتردد معه وراه انه يعني يلا نروح نشوف ايش صار في المال تبعك. فراح لقى انه كل الحلال اللي هي الاغنام ماشي، فلقى انه كل الاغنام والمواشي مأخوذة، فصار يندب حظه ويقول يا حلالي، والحاشيه من بعده بيرددوا يا حلالي. بعدين راح على القصر فلقى انه كل الاموال اللي بيمتلكها في القصر مأخوذة، فصار يقول يا مالي، والحاشيه بتردد من بعده بتقول يا مالي. بعدين صاح بالصوت العالي وقال يا حلالي يا ما. طبعا هاي الأغنية داولوها أجدادنا في مناسباتهم وتورثناها إحنا، وإحنا يعني ما بنستغنيش عنها ولا في أي مناسبة، لا شعبية ولا وطنية ولا اجتماعية ولا أي كانت. لكن الأغنية بالأساس العبرة منها أن أتذكر أنه كل واحد بخيل رح يجي يوم وما بيحس بأهله، ما بيحس بناسه، ما بيحس بأبناء شعبه، رح يجي يوم لا رح يلاقي حلال ولا رح يلاقي مال، ورح يصير يندب حظه يقول يا حلال يا مالي. هاي أحد القصص اللي إحنا اللي أنا لقيتها أبحث وحبيت عن جد إنه أسمعها للناس. طبعاً في قصة كمان يا ظريف الطول أعتقد برضو إلها قصة فدائي، بعرف إذا بتعرف القصة تحكي لنا يا سريعاً. مزبوط. ظريف الطول يعني هي لها كذا قصة فعليا، لكن بتدلل بالدرجة الأولى على أنه هذا الرجل المقاتل الشرس الجميل اللي بيروح وما بيرجع، ويعني هو بالدرجة الأولى رمزية، لأنه ظريف الطول هو كل يد
ضغط على الزينات والشبابة تبعته يعني بتصوب باتجاه الاحتلال. فممكن احنا يعني نتحدث في هذا في هذه الجزئية بالتحديد في المرات السابقة القادمة. يا طبعا ظريف الطول برضو من القصائد والأغاني اللي اشتهرت في التراث الفلسطيني وتستخدم أيضا في جميع الأفراح، وزي ما حكت الإعلامية سوار إنه هذه من الشخصيات التمثيلية، يعني هو يمكن قد يكون قصة شخص ولكن انطبعت على جميع السوبر هيروز أو نحكي الفلسطينيين اللي هو السوبر مان الفلسطيني هذا اللي هو يا ظريف الطول. احنا محضرين لكم سريعا دويت صار على يا طالعين الجبل، وحابين نسمعه مع بعض باللغة الإسبانية والفلسطينية العربية. ما أروع تلاقح الثقافات، يعني إحنا شايفين اللغة الإسبانية بنفس الموسيقى ونفس الغناء، كلمات إسبانية وكلمات فلسطينية. طبعاً زي ما عرفنا من الإعلامية سوار إنه هذه الكلمات مش فقط تراث، هي عبارة عن طريقة مقاومة أظهرتها السيدات أو النساء الفلسطينيات لمحاكاة رجالهم الأسرى وإعطائهم الأمل انه في فدائيه راح يدافعوا عنهم. طيب حكيتي لي على شويه عن موضوع الاطراح، هل عندك مثال عن موضوع الترانيم هاي اللي بتصير في الاطراح؟ يعني احنا تعودنا في فلسطين انه يعني الشهيد بنغله ويزف الشهيد كما يزف العريس، واكيد بتراف الاغاني هاي اغاني يعني بتكون حزينه. بس انا بدي اذكر مثال يغنى للشهيد ويغنى للعريس نفس الوقت، وهي سب العيونه ومديده يحنوله طفل أيوة. صغير وكيف اهله سمحوله. هاي يعني من الاغاني اللي حاضره في كل الافراح وحاضره في كل جنازه الشهداء، وتاخذ تأخذ الشكل الفرح يعني وتأخذ الحزن على فهاي من الأغاني اللي كمان بتداولوها بشكل دائم. يعني هاي أنا بسمعها برضو بالأفراح أحيانا. مزبوط صحيح. فهي يعني بالأفراح وبالأطراح خاصة لما يكون في شهيد، صحيح؟ مزبوط. وكمان هاي من أكثر الأغاني اللي مؤثرة وتغنت بكذا شكل. يعني إحنا لو بنبحث عن الإصدارات اللي فيها بنلاقي إنه هي مرة مغنية بشكل هادئ ويعني إنها ينزف عليها شهيد، وبنلاقي إنه في بعض النسخ موجودة تغنى وتوضع بالأفراح. فزي ما بقول يعني انه احيانا الأغنية ممكن تاخذ اكثر من شكل. طيب اختي سوار، الان الشعب الفلسطيني يقع تحت احتلال ظالم وغاشم، واكيد في تحديات امام الشعب الفلسطيني في الحفاظ على الاهازيج والتراث الفلسطيني. هل بتواجهوا فعلا نوع من انواع التحديات وخاصه مع وجود الاحتلال؟
شوف، هو يمكن أكتر إشي إحنا اليوم بنعاني منه هو إنه في ثقافة غنائية دخيلة على ثقافتنا، وإحنا طول عمرنا يعني لما وعينا على أغانينا الشعبية التراثية اللي بتتشغل في المناسبات والأفراح، اليوم هاي بطلت تاخذ هذا الشكل للأسف، فصرنا بنفتقد جزء كبير من هويتنا. كمان الاحتلال يعني بنشوف انه حتى في مناسبات، وصار بيسرق ياخذ اغاني فلسطينيه ويحطها في مناسبات وينسبها لإله، يقول انه هاي الاغاني هي من التراث الاسرائيلي، وهذا غير صحيح طبعا. احنا بنعاني من هذا الامر. في شغله ثانيه كمان، انه يعني في ارشيف كتير كبير اغاني مش مغناه، يعني مش موجوده على الانترنت او على اي موقع كان بي يعني بي بينفع انه نسمع منه، مش موجود اغاني بس موجود الكلمات وموجود اللحن، لكن بيكون في صعوبه في انه احنا نسجل هاي الاغاني ونصدرها، لانه بتكون اندثرت لها زمن كتير طويل وما كانش يمكن في حدا سمع عنها، او يمكن كانت ارتبطت في أو منطقة معينة. وهذا الإشي إحنا يعني اليوم ممكن إنه إحنا نفقده بأي لحظة، فممكن تكون هاي كمان رسالة للجميع، حتى لو أنت ما بتقدر إنك أنت تسجل وإنك أنت تعمل يعني تجميع موسيقي لكل هاي الأغاني، بإمكانك تسجل مع ستك بالبيت، يعني تقعد معها وتتحدث معها، وإنك يعني تحاول تسترجع معها الأغاني اللي هي حفظاها، الأهازيج اللي هي حفظاها، الأشعار اللي هي حفظاها، إنه يعني هذا تراثنا بالدرجة الأولى، وهذا أكل من أشكال المقاومة، وإحنا بيعز علينا إنه يعني هذا التراث هيك سدى بدون أي مقابل. يعني انت بتحكي لي انه الاحتلال للاسف احتل الارض واحتل حتى الثقافه والفلكلور. طب احنا عارفين اخذ الاكلات والشرب وسواه وده، وصار مظبوط. انه هو تاريخه، وصار الفلافل الهم والحمص الهم، لكن حتى الاهازيج الفلسطينيه اللي هي اصلا من تراثنا واحنا يعني بتعبر عن معاناتنا اخذوها برضه، اخذوا الموسيقى مظبوط تبعتها. مظبوط صحيح. طيب ومحزن، يعني محزن هذا الأمر. ويمكن هاي كمان تكون دعوة للجميع إنه اليوم مفروض نعود نرجع لشكل أفراحنا القديم اللي إحنا بنستحضر فيه أغانينا الشعبية والطبلة الشعبية وحتى الدك الشعبية، وجميلة فعلا عن جد، يعني اللي ولها طابع جميل وإحنا بنفتقده اليوم. يعني انا كنت بدي اسالك سؤال وانت عرجت عليه تعريج، لكنه هذا سؤال مهم. كيف يمكن استخدام التكنولوجيا والسوشيال ميديا الان بنشر هذا الموضوع؟ انت حكيتي انه ممكن نسجل من ستي وستك ونقعد معهم ونحفظ هذا الشيء، وضعها سواء على اليوتيوب على الساوند كلاود وريفر، بس هل في طرق اخرى بتتوقع انه ممكن نعمل مثلا موقع للاهازيج الفلسطينيه او طريقه اخرى؟ اذا في عندك اي اقتراحات ممكن حدا يسمعها وينفذها يعني. شوف، هو يعني في إشي كتير مهم اليوم، إنه أي حدا بيقدر يمسك تليفونه ويصور أو يسجل أي إشي. اليوم السوشيال ميديا مساحة كتير واسعة للجميع، بيقدر حدا إنه يكون صانع محتوى، بيقدر أي حدا إنه يشارك أي تفصيلة من حياته بشكل بسيط جدا بضغطة زر. فالموضوع مش بحاجة لأنه إحنا كمان يعني الامر مش صعب انه احنا نقدر ننشر او ما نقدر، لا احنا ببساطه بننشر على صفحاتنا على الفيسبوك او على تويتر او ايا كان. بس مهم جدا كمان انه هاي الاهازيج يكون في لها حاضنه. الحاضنه يعني تشكل من اشخاص مثلا انهم او مهتمين في هذا الامر، او من جهه رسميه يعني مفروض انها يعني تلم او تجمع كل هاي الاهازيج وتحطها في مكتبه موسيقيه خاصه فينا نسميها الاهازيج الشعبيه، تراثنا الشعبي الغنائي. وانا بقول انه هاي الخطوه ضروريه جدا، ودي حتى مش بس على صعيدنا احنا، كمان على صعيد قضيتنا الفلسطينيه. أكيد أكيد، يعني هاي بتدعم الفكر الفلسطيني والطريقة الفلسطينية.
أنا عندي هيك أغنية سريعة دائما بحب أحطها، أحطها وحننهي معك اللقاء بعديها إن شاء الله. خليك معي. يعني كلمات بسيطة، ولكن حتى في غنائنا وهزيجنا ذكروا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى وضعوا يعني اللبس الفلسطيني التقليدي الجميل. هذا بذكرنا دائما بأرضنا وتراثنا وعاداتنا وتقاليدنا. كلمتك نعم. الأخيرة أخت سوار للمجتمع اللي بسمعك الآن، سواء المجتمع الدولي من العرب وغير العرب اللي موجودين في الخارج وبسمعوا كلامنا، تفضلي. احنا هاي الارض إلنا، شو مكان كل اشي فيها يعني بخصنا وبيعنينا. فلسطين كاملة من النهر الى البحر هي إلنا، يعني تراثنا، لبسنا، هويتنا، لازم دائما نضلنا محافظين عليها. يعني هذا شيء بخصنا إلنا وبعبر عن هويتنا احنا، وهو بالدرجة الأولى شكل المقاومة يلي بتثبت أحقيتنا في هاي الأرض، وبتدحر وجود الاحتلال وكل تداعياته يلي بيحاول فيها يسرق هذا التراث وهذا الموروث الشعب الفلسطيني. يا عيني عليك. أنا في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا شكر الإعلامية الأخت سوار اللي كانت معنا مباشر من غزة، نشكرها كل الشكر على بحثها ومحاولتها للحفاظ على تراثنا الفلسطيني وخاصة في الأهازيج الفلسطينية. طبعا اللي بتعمليه إشي مش بسيط، ولكن بده دعم سواء من أشخاص أو من مؤسسات أو من الحكومة نفسها. فنتمنى إن شاء الله أن نصل إلى فعلا منظومة كاملة تجمع جميع أهازيجنا. مرة تانية بنشكرك باسمي وباسم جميع المشاهدين، ونتمنى لك كل التوفيق، ونراك في مرة أخرى إن شاء الله على قناة تي في. سلام. شكرا، يعطيكم العافية.